عند منتصف كل ليلة يأتون خلسة لنبش القبور وتجريفها. وإذا حاول الصحفيون التصوير فمصيرهم الضرب والمساءلة، وحال الفلسطينيين الذين يحاولون الدفاع عما تبقى من المقبرة ليس بأفضل. كل ذلك في مقبرة مأمن الله القريبة من خط التماس بين شطري القدس الشرقي والغربي. الهدف المعلن ومنذ سنوات تجريف المقبرة وإقامة متحف ومجمعات وساحات ترفيهية، ويقومون في هذه الساعة في منتصف الليل بجرف مئات القبور التي بعضها يعود للصحابة والتابعين والشهداء والعلماء والأهل في المقدس، في بيت المقدس. الجريمة الإسرائيلية ترتكب في جنح الليل كخفافيش الليل، لأنهم على باطل ويعرفون أن هذه المقبرة فيها آلاف من القبور. نحن ننادي وبعد أن نستنكر هذه الجريمة النكراء إلى تحرك عاجل على المستوى الشعبي والرسمي لإنقاذ ما تبقى إن تبقى من مقبرة مأمن الله في القدس. وفي كل صباح يتكشف المصاب، لكنه لن ينتهي، فعند كل قبر أو ضريح لم يجرف علامة حمراء لإعلام الفريق القادم بإكمال تنفيذ المهمة. أهمية المقبرة تعود لكونها تراثا تاريخيا يمتد إلى ما قبل التاريخ الإسلامي. دفن فيها عناصر من جيوش غازية قبل 1400 عام، دفن فيها أمراء وأعيان وعلماء خاصة خلال الفتوحات الإسلامية، إلى أن سيطرت عليها إسرائيل بعد احتلال الجزء الغربي من القدس العام 48 من القرن الماضي. كانت مساحتها 700 دنم، لم يتبقى منها إلا 19. وبذلك تطمس الهوية العربية الإسلامية لهذه المقبرة وتهودها في نفس الوقت. قامت باقتطاع حوالي 70 إلى 80% من مساحتها في الجهة الغربية، وبنت عليها حديقة الاستقلال، ما يسمى حديقة الاستقلال، كذلك بنت عليها مراحيض عامة. هذه مفاهيم إسرائيل لقدسية المقابر. ليست هذه المقبرة وحدها التي تدق ناقوس الخطر، فالمئات من المقابر والمساجد والكنائس والأوقاف تهددها ويتهددها خطر الهدم والتدنيس. كما لم يعد للأحياء مكان على هذه الأرض، فإن الأموات لم تعد تتسع لهم حتى القبور في وطنهم. هذا ليس بقرار إسرائيلي، وإن عارضته ومهما كانت الجنسية أو الهوية التي تحملها، فأنت معاد للإنسانية والديمقراطية الإسرائيلية. جبال البديري، الجزيرة، من مقبرة مأمن الله القدس الغربية.